السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع جميل اسمه شيب سبارك. ان شاء الله الايام الجاية نبدأ نشرح فيه بالتفصيل، احتاج منه بعض المحاضرات، لكن هو سهل جدا وبسيط. خليك تقدر تعمل اركتكتشر 3D موديل وتعمل فيه جوا وكسره بالشكل الجميل دوت اونلاين، تقدر تشتغل بيه اونلاين من البراوزر. طيب تعالى ناخد امثلة كده، نختار ده مثلا. هو بيقول لك ايه الادوات اللي ممكن تستخدمها عشان تتمشى جوه المكان، زي ان هو ممكن تشتغل بيه في ار اللي هي الفيرتشوال رياليتي او الواقع الافتراضي بالشكل دوت. زي ما تشوف الرندر عالي جدا، ممكن تنقل من مكان لمكان بسهولة خالص اهوت. ممكن نشغل الصوت بحيث لما تقرب من حاجة. زي ما تشوف في امثلة كتيرة جدا لل الفي ار الموجود، وتقدر ان انت تشتغل بموديل جاي من السكتش اب او من الريفت او من مايا او من 3 دي ماكس. ده مثلا مثال اهوت. طيب ممكن تغير البيانات ديت، يعني مثلا الماتيريال دي تقدر تغير اللون بتاعها. زي ما انت عايز. دفاية فيها واقعية. ممكن منها تختار بقى الغرفة اللي انت عايز تروحها، الباثروم، الكيتشن، الليفينج روم، المدخل اللي احنا بدأنا منه، وفي مشروع تاني اهوت مثلا. تقدر تمشي جواه بالشكل دوت. كل ده مش طالبين حاجة تقيلة ولا بتاع، هو كله على البراوزر عادي. فان شاء الله اشتركوا في القناة عشان يجيلكوا بقى الشروحات بتاعت الاجمانتد رياليتي والفيرتشوال رياليتي والذكاء الاصطناعي وكل حاجة ان شاء الله.